بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. خوتي درنا لكم فلوق خاصة بالكباش بالماعز بالمقنين بالكناري، والآن مع خونا سالم خوتي الدجاج البط الوز الأرانب أي حاجة تحبوها عند خونا. هذا ينقصوا في اليوم. شوفوا خوتي الله يبارك، هذا خير من كبيشو، هذا يا خوتي خير من كبيشو. ما شاء الله، هذا نورمالمون في يقول لي براما ياك براما، ما شاء الله براما جيو الله يبارك. خويا سالم شحال يلحق هذايا؟ 400 وفيه مساعده، 400 وفيه مساعده، ولكن الله يبارك. شوفوا ما شاء الله، نزيدوا نشوفوا عندنا هذا الشباب كذلك خوتي اللي راهو يعني طوندونس هنايا ما شاء الله. عندنا كذلك في البراهمة توجور خوتي، عندنا في الوز، عندنا كذلك في البراهمة توجور خوتي، وعندنا الأرانب خوتي، الأرانب مع خونا سالم يعني عنده خبرة عالية في الأرانب كذلك. هذا نورمالمون اللي تعلمت شوية بابيو، هذا يا أخي هذا بابيو سالم. لا هذا لونغورا، ما عليش يشبه البابيو ولكن شباب بزاف. شوف الله يبارك، شوف عند خوكم سالم اللي راه متواجد في بوديو خوتي، داخل سوق تاع بوديو ويخدم طيلة أيام الأسبوع خوتي، يعني تقدروا تجيو ليه وقت ما حبيتوا تلقاوه. لونغورا 60000، لونغورا 60000 خوتي، شوفوا الله يبارك 600 دينار كامل لي كولور ما شاء الله. هذه ما اسبانيول كيما يقولوا يا اخي، فرنسيز ولا هذه ما تجيب زيروش خوتي. كاين محبي الارانب ثاني ما شاء الله. نزيدوا نكملوا نشوفوا واش كاين عند خونا سالم. خويا سالم هذوما دجاج عرب يا اخي، ها والله ما سمعتك. اه انا لا فرونجي حبته اسمه، قالت لي دجاج لي ولدو هكذا. شحال يديروا سالم؟ هكذا خلاص نجي ندير لك الزوج ولا هادو مسرادك صغار خاوتي. عندنا كذلك سالم، شحال داروا سرادك صغار؟ سالم سرادك صغار شحال داروا؟ 60000، 600 دينار. عندنا الفكرول خاوتي، عندنا كذلك الدجاج، شوفوا هادو ما خاوتي كذلك. عندنا الحمام، هذا نورمال خوتي. شوفوا المفاجأة، القنفود خويا سالم، القنفود نقدروا نجبدوه؟ القنفود نقدروا نجبدوه ولا محالة؟ يقرص خلاص معليش معليش خوتي سمحوا لي، يعني حبيت نريد فيديو خوتي سالم جاب لكم القنفود. وخوتي ربما نعدي الناس، خونا سالم يحافظ على الطبيعة 100% خوتي باش تفهموا مليح، فقط يعني ماشي قالوا ناوي يهلك الطبيعة. هادو مو شنو؟ باقادي خوتي. شوفوا شحال داروا هادو؟ ما شاء الله هكذا خوتي 250 200000 يبيعهم في الباقادي الله يبارك. شوفوا خوتي ما شاء الله. وسالم شحال ديال القنفود؟ خوتي 1000 دينار القنفود الله يبارك. ها آه؟ وشنو هذا؟ دوك واش يديروا به؟ واش يديروا به؟ هكذا الله يبارك خوتي، راكم تسمعوا يعني حتى القنفود وعنده يعني الخدمه ديالو ما شاء الله. زيدوا نكملوا شوفوا واش كاين منا في الحمام. شوفوا خوتي عند خوكم سالم يعني صراحة عنده سلعة ما شاء الله. خويا جاب لنا وجبت لنا خونا شنو؟ طير الحور خاوتي. شوفوا الله يبارك كذلك على سعودية. شحال دار هذا سمتو؟ 5000 دينار خاوتي، 500000 كذلك خوتي الارانب البط خوتي هادوما خوتي الحجل هادوما الله يبارك. شحال داروا الحجل؟ 30000 الحبه. عندنا سردوك تاع البلاد
الله يبارك. عندنا كذلك سلاتك هذا هو، وعندنا الفلوس. الفلوس شحال دار؟ 1000 فرانك من بكري، و 1000 فرانك خاوتي مسكين جامي زاد، والبيطراوي يدير 50000 ما فهمناش. خاوتي كذلك كاين حمام، شوفوا دائما في سوق قدوة يعني خاوتي، كاينة سلعة ما شاء الله. اللي عنده الطبيب خاوتي كذلك حبيبي خويا، جبت لي هذا السبع هذا يا كاني اجبدو معليش خاوتي. شوفوا الارنب هذايا يعني الله يبارك في الكانيش يقول هذا يعني خلاص. شوف ما شاء الله الله يبارك شيخ. وشحال دار السومه تاعو هذايا؟ 250 الف خاوتي في الكانيش، 2500 دينار. هو هادو من شحال دارو؟ 150 100000 هذه 650 هذه شنو راس ديميجيون. الله يبارك، ورينا سردوك هذا شيخ. الله يبارك شوفوا خاطر هذا واش من راس هذا؟ فريزي. الله يبارك، شحال دار السومه تاعو؟ نعم 80000. الله يبارك. عندنا كذلك جات عادي في الروج 50000 هي دائما في سوق ما خاوتي. السلام عليكم. سلام خويا، لاباس انت؟ ناموس وغال صافي حشرات. راكم تسمعوا جوزو عند حبيبي كذلك. السلام عليكم. السلام سي صبا، اين سجل السلعه؟ ها العيد اليوم العيد صح. هذا وشنو هذا يا؟ هذا شنو؟ كسترانو. كرواسي اكو تشوفوا شحال وحده؟ 200. عندنا دجاج عرب عادي نورمال 130. عندنا كذلك من النهار الجاية، وعندنا هذا هما هدية بولادها. هذه تجني ولد هذا يا؟ شحال يديروا؟ هذه تولد البيت. صافي فريزي صحيت خويا. حتى يوم كملوا كذلك مع خاوتنا لهنايا. خاوتي دائما في سوق. صحيت خويا. اللي عنده الفار بشاري القدر. الله يبارك خاوتي. شوفوا البط الوز هذا البط البربر خاوتي. الله يبارك. طنبا ما شاء الله كبير. شحال هكذا يا 40000؟ في دار في حانوت في كوي. اللي عنده الدبان، اللي عنده الناموس، اللي عنده الغريلا، اللي عنده الطنبا، خاوتي تضرع على سوق بودواو تضرب الله يعني الله يبارك. هذه راهي بولادها هذه شحال عندها؟ شحال عندها؟ عندك النمل، عندك الجريلا، عندك الطنبا، عندك الفار في الدار، اللي عنده الحشرات، اللي عنده الميكروبات ما جا فيه ما يتعطلش يا رجاله. راه ادم خاوتي هكذا يعطيكم حاجه دول الملكين في سوق بودواو خاص دجاج. كنت الله في رواحكم قناة ناصر تي في وحييكم. سلام. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.